أثناء حفلته بالأمس تعرض قائد المسرح لموقف محرج أمام الجمهور، حيث قامت معجبة باقتحام المسرح وحضنته وطلبت منه أن تتصور معه. لم يرفض طلبها وتصور معها وأوصلها إلى السلم في لقطة نالت إعجاب الجماهير. لكن الصراحة ده موقف جريء أوي من البنت إنها تطلع تعمل كده قدام العدد الكبير اللي كان موجود في الحفلة امبارح. قدم حفلة مميزة امبارح وكان يوم رائع جدا لكل اللي حضر في دار الأوبرا المصرية.